إذا أردنا أن نؤسس مجتمعا حداثيا، فالمجتمع الحداثي يبدأ من الاعتماد على ثقافة حقوق الإنسان، والاعتماد على ثقافة حقوق الإنسان تنبني على حقوق والتزامات، حقوق وواجبات. بقدر ما تطالب من الحقوق عليك أن تؤدي الواجبات وأن تؤدي الالتزامات. هذه المسألة الأساسية. لذلك كل واحد، لأنه لم يعد المغرب مقبول أن يكون هناك ريع أو تكون هناك حقوق دون التزامات أو حقوق دون واجبات، على كل مواطن مغربي أن يؤدي الثمن، وجميع المغاربة وجميع الموظفين يقومون بعمل اجتماعي إنساني إضافة إلى مهامهم الوظيفية. ليست هناك مهنة مستقلة في المغرب تقوم بعمل اجتماعي. جميع الموظفين الذين يبقون ليل نهار في المستشفيات، جميع الموظفين الذين يجلسون في مخازن الشرطة لحماية أمننا، جميع المواطنين الذين يشتغلون في مكاتبهم، والمعلمين الذين يتحملون شغلهم، والأساتذة يقدرون، كلهم بدون استثناء يقومون بعمل اجتماعي. فلا يمكن لأحد أن يتزايد على أحد فيما يخص العمل الاجتماعي. نحن نريد مجتمعا حداثيا متضامنا، يضحي أعضاؤه فيما بينهم يقوم، وعلى الحكومة أن تكون واضحة مع المواطنين ما لديها لديها وما ليس لها ما ليس لها، وأن تعرف شيئا أساسيا، الحكومة لا تنجح إلا إذا أعادت للمواطنين حقوقهم. الحكومة لا تنجح إلا إذا ونحن مقتنعين شرط أن تكون هناك مساواة أمام القانون، وأن تكون هناك مساواة أمام الالتزامات، وكنا أن تكون هناك مساواة أمام الواجبات كذلك. لذلك أنا مقتنع بأننا نسير في الطريق الصحيح، والإصلاح له ثمن وله كلفة، وأن القيام بالإصلاح يحتاج إلى مواجهات، يحتاج إلى تحديات، يحتاج إلى قرارات، وعلينا أن نتخذ هذه القرارات. لا يهم ماذا سيصوتون الناس غدا، المهم أن نقوم بمسؤوليتنا الآن، وأن نبني بالمسؤوليات. وكيفما كانت ردود الأفعال بعد السنوات بعد عقود سيعترف الناس بفضلك، لأنك في لحظة الموقف كنت موقفا، وفي لحظة القرار بريت قرارا. ولذلك علينا أن نواجه، وعلينا أن نستمر، وعلينا أن نصبر إلى أن يسير هذا البلد بالشكل الذي يكون أفضل.